Hi guys, so today inshallah we are going to introduce a new topic which is called dichotomies. So the word dichotomies, katani na yani, the the word The first dichotomy that we are going to see in this video is the difference between parallel and lang, according to the Sassur. Sassur says there are two sides to language, lang and parallel. For working with another language, are the two sides, can lang, can peril. The lang is the speaker's linguistic competence. In the our حجة confirm on the lang, katani نديك linguistic competence and speaker's linguistic level. يعني الميت يعني الا كان عندنا واحد سبيكر كيهضر كنشوفوا اللي اللغه ديالو كيفاش دايره كنشوفوا واش تيتبع القواعد يعني rules and so on it is the repertoire or sum of rules and lexes which is stored in the brain of each member of a speech community which means انا ملي كنهضر على اللغة فهو ذاك السيستم اللي كنهضر به اللغه for example الا انا تنهضر دابا بالدارجه اولا كنهضر باللغه العربيه فكنعتمد على مجموعه من القواعد وكنعتمد على مجموعه من يعني linguistic rules ومجموعه من الكلمات اللي كيخلّيوني ان هضرب ديك اللغة So ملي كنهضرو على ملي كنقولو السيستام ديال اللغة فكان عنيو sounds كان عنيو يعني for example الwords كان عنيو القواعد التي تشكل اللغة فملي تندرو اللانج فهاديا اللانج يعني هديا اللانج ملي تنقولو يعني اللانج فكان قصدو بها يعني the speaker's linguistic level which means the competence ديالو diyal... system The parallel of the linguistic acts The utterances the linguistics is easily observed and analyzed It is the individual speech in society However, CSSU says that the object of study of linguistics is the language, which means that ملي تنقولو parallel فهو هذاك الـ use ديال دوك الـ rules ولا هذيك الـ language عن طريق المحادثات مع الأشخاص. For example, نقدر أنا تنهضر دبا مع شي شخص يعني كنهضر معاه وكنـ كنستعمل اللغة، وهاذيك اللغة مكونة من مجموعة من الـ rules. The language is made up of lexicon, grammars and phonology which make up the language. So ببساطة ملي تنقولو فهو السيستم ديال اللغة. اذا اللغه ما يمكنش لا تكون عندنا اللغه الا عن طريق مجموعه من ساوندز قواعد معجم كلمات هذا الشي كامل كيتجمع وكيعطينا اللغه وديك اللغه ملي كتولي عندنا كنستعملوها عن طريق المحادثات اللي كتسمى البارل so to illustrate more we can say that lang is social parallel is individual ملي تنقولوا language is social يعني كنعنيو ان اللغه عامه كيكون مكونه من قواعد ومن بينياس الى اخره وكاع هاد القواعد بحال دابا ام سوري في سي او ولا سي في او ويتش مين سابجكت فيرب اوبجكت كي يعني في اللغه العربيه ولا في اللغه الانجليزيه كاع اللي كيهضر اللغة الانجليزيه كيكونوا كي تيتشاركوا هاد القواعد هادو ديال Word order اللي هي ترتيب يعني الكلمات يعني سابجكت فيرب اوبجكت اند سو on فكتكون يعني شيرد باي اول سبيكرز اوف ذا لانجويج كاع الناس كيهضروا بديك اللغه كيكونوا كي عندهم نفس القواعد ولكن بارل از اندفيدوال كتعني كل واحد وكيفاش كيستعمل كي ديك اللغه كاين اللي تيهضر هذيك اللي تضرف هذه الى اخره ماشي غير هضره ولكن كذلك في الكسبه